في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ارتفع مؤشر التعافي المصري للربع الرابع من العام المالي الماضي بمقدار 3 نقاط مسجلاً 106 نقاط، ما يشير إلى استمرار المؤشرات الإيجابية للوضع الاقتصادي. ونجحت مصر في التغلب على التأثيرات السلبية لجائحة كورونا نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية كاستقرار أوضاع المالية العامة ووجود احتياطيات دولية كبيرة ومطمئنة، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تحسين بيئة الأعمال للشركات وضمان استدامة المؤشرات الاقتصادية. وتصدر قطاع الاتصالات مؤشر التعافي مسجلاً 131 نقطة، تلاه مؤشر تعافي قناة السويس حيث شهد هذا العام التعافي التام لقناة السويس مسجلاً 115 نقطة بعد زيادة الطلب وانتعاش التجارة مرة أخرى. النفقات الحكومية قدمت أيضاً الدعم للاقتصاد المصري خلال مرحلة تفشي الوباء، حيث كان العامل الأسرع نمواً، كما سجل 114 نقطة خلال ذروة تباطؤ جميع الاقتصاديات عالمياً، فيما استمر الأداء القوي للاستهلاك في الصعود، بالإضافة إلى زيادة تدفق تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وتوقعت المؤسسات الدولية استمرار المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، حيث ذكر صندوق النقد الدولي أن السياسات المالية والنقدية التي تم اتباعها تستمر في دعم تعافي الاقتصاد، مشيرا إلى أن تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروري لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة وإطلاق العنان لإمكانات مصر الاقتصادية. توقعات البنك الدولي أشارت أيضاً إلى تحسن عائدات قناة السويس مع عودة التجارة العالمية وانتعاش السياحة وزيادة صادرات الغاز، بجانب زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى قطاع الصناعات الاستخراجية.